السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الفيديو هذه اللي غادي نقدم لكم فيها إن شاء الله طريقة تسجيل والترشيح لولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنية الصحة أو اختصارا إسبيتس. ألوغ أول حاجة كنديروها كنتوجهوا لمحرك البحث ديال جوجل، كنمشي لازون دو غوشيرش وكنكتب انسكريبسيون إسبيتس 2018. دونك يكفي تكتبوا هذا العنوان هذا، دونك انسكريبسيون اسبيتس 2018. كنجي لهنايا فيش انسكريبسيون، واحد لادريس او بيان واحد لو سيت العنوان ديالو فيش انسكريبسيون اسبيتس، دونك كنكليكي عليه كيوجهني لهاد البلاتفورم هادي وكيقول لي هنا بور لا بري انسكريبسيون او سيكل دو ليسونس كليكي ايسي فوالا، وكنكليكي هنا داكور. دونك هو كيوجهني مباشره للبلاتفورم فين غادي نسجلوا، اولا الا ما بغيناش ندوزو من جوجل دونك بغينا نديرو مثلا لو سيت ديريكتومون، فيكفي اننا نكتبو في بلاصه ديال لورل اسبيتس سي بوان سونتي بوان غوف بوان ام. دونك حتى هو غادي يدينا كذلك نفس الموقع ديال الترشيح. هاد البلاتفورم هادي فيها ثلاثه ديال لي كاز، لاكاز الاولى كود مسار، لاكاز الثانيه ديال النمره ديال لاكارت ناسيونال، ولاكاز الثالثه ديال لا دات دو نيسونس. الوغ الاشاره بالنسبه للسنه الجامعيه 2018 2019، فكيتقبلوا فقط اللي عندهم بكالوريا 2017 وبكالوريا ديال 2018. الوغ هنايا بالنسبه للتلامذ اللي يقدروا يشوفوا هذا الفيديو قبل ما يتم الاعلان على نتائج بكالوريا 2018، فراه من العادي جدا انكم الا دخلتوا كود مسار ديالكم غادي يقول لكم بلي هذا لو كود مسار يعني انتروفابل، سيتادير حتى يخرجوا نتائج الباك عاد يمكن لكم تسجلوا. الوغ كو بور الناس اللي عندهم بكالوريا 2017 فما عندهمش مشكل، يمكن لهم يسيزيو لي زانفورماسيون ديالهم ويتبعوا معايا ان شاء الله في الفيديو وغادي نوريكم الطريقه ديال التسجيل. الوغ اول حاجه كيف ما قلت كنانسيريو رقم مسار ديالنا، دونك هنايا باغ اكزومبل جانسير ان اكزومبل عندي هنايا ديجا 341 فوالا، بوي رقم البطاقه الوطنيه كذلك او ماجيسكول من الاحسن باش ما يترفضش لينا في لو سيت، اي فينالمون لا دات دو ليسونس. الوغ بور لا دات دو ليسونس كنبداو حسب السيستم باش خدام لو سيت ويب، كنبداو بتاريخ ديال النهار سلاش الشهر سلاش السنه وكنديرو كونيكسيون. اذا بعد ما كنديرو كونيكسيون وبمجرد ان لي سيرفور ديال لو سيت ويب كيتاكدوا من المطابقه ديال رمز مسار والمعلومات اللي دخلنا مع لا باز دوني اللي كاينه عندهم، كيطلعوا لنا هاد لاباج هادي اللي كتضم دي زانفورماسيون ولا ليدونتيفيكاسيون ديال الكونديدا ديال المترشح، معلومات اللي اصلا هي كاينه في لا باز دوني ما يمكنش لنا نموديفيوها بحال كود مسار، السنه باش خدينا الباك، الاكاديمي ديال لا ريجيون انسي دو سويت، كذلك لي نوتس ولا مويان ريجيونال ولا مويان ناسيونال ولا مويان بري سيليكسيون، كاملين هادو دي زانفورماسيون ما نقدروش نموديفيهم كيكونوا يعني ديجا مسجلين. كذلك حتى لي دوني بيرسونيل بحال رقم البطاقه الوطنيه، الاسم الشخصي والاسم العائلي، لا دات دو نيسونس انسي دو سويت، ولو سكس، حتى هادو كذلك كيكونوا دي دوني اللي ديجا مسجلين ما نقدروش نموديفيهم. الا كان فيهم شي ايغور فكنتواصلوا مع الثانويه اللي حنا كنقراو فيها ولا اللي قرينا فيها باش يديروا هذا التصحيح هذا. الوغ اللي كيبقى لنا نعمرو هما لادريس يعني العنوان، فنقدروا مثلا نديروا بلوك باغ اكزومبل بلوك ستا ان ار 53 مراكش غليز الوغ مراكش، دونك هذا غير اتيتر ديكزومبل وصافي. اوسي اون انسير الرقم ديال الهاتف دونك 06 3 4 6 7 8 مثلا، اي اوسي الايميل مثلا اكزومبل دونك جوست باش ما يرفضوش لينا لو سيت وصافي، او اكزومبل @gmail.com فوالا. ابخي كندوز لو شوا ديال لانسكريبسيون، هذه هي اهم مرحله، هو الاختيار ديال المسلك وديال الشعبه اللي بغينا نديرو، كذلك الاختيار ديال المعهد اللي بغينا نديرو. فهنا اول حاجه نبغي نذكر بها هو ان التقسيم ديال الشعب في المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه، كاين عندنا مسلك وكل مسلك فيه بزاف ديال الشعب. فهنا كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره هذه اللي كتشوفوا قدامكم، عندنا
واحد العدد ديال المسالك، وكل مسلك فيه شعبه اللي حنا غادي نقراو فيها اللي بغينا. يعني انتم اول حاجه قبل ما تسجلوا غادي تعرفوا بعدا المسالك المتاحه والشعب المتاحه في كل مسلك، وغادي تختاروا شنو هي الشعبه اللي انتم اللي بغيتوا، حيت عندكم اختيار واحد فقط. الوغ بعد ما مثلا كنختاروا واحد المسلك في الاول، فمثلا غادي نختار سوا انفيرميي باغ اكزومبل، اللي غادي نختار فيه ابري انفيرميي بوليفالون باغ اكزومبل، هذا غير مثال داكوغ. الوغ هنا كيختار لي لي سبيتس، هنا كيعطيني اختيار واحد مراكش. الوغ ديروا في بالكم باللي المعاهد العليا للمهن التمريضيه وتقنيات الصحه كتعتمد على التوزيع الجغرافي، يعني كتشوف المنطقه فين خديتي انت البكالوريا ديالك. فمثلا هذه البكالوريا هذه موخوده في مدينه مراكش، فهي كتعطيني فقط الامكانيه انني نلتحق بالمعهد اللي كاين في مدينه مراكش وماشي في معهد اخر. بعد ما كنختار لا فيليير لوبسيون وبيان سور لي سبيس كتكون ديجا شوازي، كندير فاليدي، كنتاكد بيان سور من لي زانفورماسيون كاملين اللي عندي وكندير فاليدي. الوغ بعد ما كنفاليديو لانسكريبسيون ديالنا كيطلع لنا هاد لاباج هادي اللي كتبين لنا ان ريزومي ديال لي زانفورماسيون كاملين اللي دخلنا وكاملين لي زانفورماسيون اللي كاينين عندهم ديالنا، كوم لو نون برينون لا كارت ناسيونال لا دات دو نيسونس لو سيكس انسي دو سويت، وصولا لا موين ريجيونال اللي كيسموها ا، دونك الريجيونال شحال جيتي فيه ديجا كيكون عندهم، اوسي كو لا موين ناسيونال اللي كيسموها بي حتى هي كتكون عندهم، و لا موين دو بري سيليكسيون يعني المعدل الانتقاء اللي هو 25% ا، يعني 25% جهوي زائد 75% وطني، هو داك المعدل ديال الانتقاء اللي حسبوا لك. اي ابري لا فيليير اي لوبسيون اللي اختارينا وكذلك لي سبيتس اللي اختارينا. دونك سيتو هكا كنكونوا سالينا لانسكريبسيون ديالنا في لا كانديداتور، وحطينا لا كانديداتور ديالنا في المعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه في انتظار الاعلان على نتائج الانتقاء سواء اللوائح الرسميه او لوائح الانتظار. بعد نكون ساليت هذا الفيديو، نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. كان معكم اسحاق غانم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.